صراحة كنا شايقين في المنتخب المغربي أنه غادي يحقق الفوز هذا قدام منتخب تنزانيا، وصراحة إحساس زوين فهمتي، متوقعين صراحة أكثر يعني، راك إلى لاحظتي أن الأغلبية كانت متوقعة هذا الفوز هذا، والفرحة إن شاء الله غتكون كبر من اللي غادي نفوزوا بالكأس حيت صراحة نستاهلوا فهمتي، يعني ما كاينش شي منتخب متكامل أكثر من المنتخب المغربي. جيت سعداء بهذ النتيجة هذه، كانت صراحة متوقعة وكان عندنا إحساس كبير وثقة كبيرة في فريق المنتخب الوطني ديالنا، وبطبيعة الحال بعد من الإنجاز العظيم اللي كانوا داروا ديك الساعة في 2022 في قطر، فكانت ثقة كبيرة فيهم والحمد لله ما خيبوهاش. مبروك علينا 3 بوان، أول 3 بوان كتكون مهمة ديجا في بداية المشوار سيرتو في كومبيتيسيون بحال كوب دافريك. الماتش الأول ديما كيكون مهم، واليوم شفنا بأنه الركراكي خدم بذكاء، يعني سير المباراة ديالو على مراحل، لقينا في مراحل كان زاد الريتم، مراحل كان خلى الخصم انه هو اللي يمتلك الكره اكثر. لي ترانزيسيون كانوا اليوم افيكاس سورتو في كوتي دروا، اوفنسيفمون كان حكيمي وزياش وناحي قدموا ماتش بارفي. بالنسبه للناحيه اليسرى كنشوفوا انه الشيبي واخا برا البوست ديالو الا انه قدر انه يحقق انه يقدم زعما مباراه كبيره سورتو في الجانب الدفاعي. تبارك الله الدراري راه طلعوا رجاله بحال كاس العالم كما داروا الثلاثيه اللي كنا ديجا متوقعينها ان شاء الله، راه لاكان ديالنا ان شاء الله. وصافي كنا في المونديال ديال 2022 نفس الاجواء تبارك الله، قاعد كلشي فرحان ولينا كنتسناو الماتشات ديال المنتخب كديري من البدايه.